نجم وانت يا نجمة انت يا مشهور هناك. قلبي من كتر المحبة عيني على طول شايفاك. انت يا نجمة وانت يا نجمة انت يا مشهور هناك. قلبي من كتر المحبة عيني على طول شايفاك. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج باباراتزي، والحلقة دي احنا عايزين نتكلم عن النجمة اللبنانية الجميلة هيفاء وهبي. هيفاء وهبي بتمر بمرحلة من أهم وأدق مراحل حياتها على الإطلاق، مرحلة هي المفروض أني شبعت من النجومية، حققت حاجات كتيرة قوي، نجاحات في السينما، في الغنى، في الدراما التلفزيونية، في حاجات كتيرة جداً، سفر، معجبين، رحلات، فلوس، كل حاجة، وكمان فوق كل ده وده وده شائعات تخص هيفاء وهبي لملازمة مدير أعمالها معاها الفنان محمد وزيري. الفنان محمد وزيري بيجمع ما بين أنه موسيقي ملحن، وبيجمع ما بين فكرة أنه ممثل. هو مثل مع هيفاء في مسلسلين زي الحرباية ولعنة كارما، وكمان هو من مدى تقاربه لهيفاء وهبي الفترة الأخيرة أصبح تقريبا كما ظلها. وطبيعي الإشاعات دايما لما بتلاقي هيفاء أو غيرها في شخص ما ملازم ليها بشكل أو بآخر، طبيعي جدا جدا إن الإشاعات تكثر. اللي زودها طبعا صور ناس شايفة إن هي تفوق فكرة إدارة الأعمال، تفوق فكرة الزمالة الفنية إلى ما هو أبعد من ذلك. في لقاء اللي عملته هيفاء وهبي من فترة مع الإعلامي عمرو أديب، بان قوي ان العنوان الرئيسي لموضوع الحلقة ان هيفاء بتحلم بزواج اخر ما بعد رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، وكمان بتحلم بانجاب وانها تفرح والدتها واخواتها بانها بتجمع ما بين فكرة نجومية الفن وما بين فكرة الاستقرار العائلي. ورغم الاشاعات الكثيرة، ورغم ان كل الناس عارفة ان وزيري من اكثر الناس المقربين لهيفا في الوقت الحالي، الا ان الموضوع تجمد عند النقطة دي. محدش عارف هيروح ناحية ايه. هل من الممكن فعلا نسمع كده خبر جريء عن زواج هيفاء وهبي من محمد وزيري، ولا الوضع سيبقى على ما هو عليه؟ هل هيفاء وهبي شايفة ان محمد وزيري ينفع يكون الزوج المناسب بالنسبة لها، ولا هي ما عندهاش مشاعر عاطفية تجاهه وبالتالي ما ينفعش؟ احنا بس عايزين نقول حاجة دايما ما بنقولهاش في كل تغطياتنا الفنية، ان في النهاية اي فنانين بنتكلم عنهم هم في النهاية بشر، بيخرجوا مع بعض، بيتواجدوا مع بعض، بيسهروا مع بعض. انا عايز افهم بقى ازاي من الممكن تبقى كل الصور دي وكل ما يقال عن تواجد وسفريات وكل حاجة، وتظل مشاعر الزمالة والصداقة والأخوة هي ثابتة ما بتتزحزحش، خاصة لما تكون هنا الأنثى هيفاء وهبي. علشان كده لو بدل ما نلوم هيفاء، ممكن جدا نلوم محمد وزيري ونقول له أنت إزاي لغاية دلوقتي ما تقدمتش لخطبة جميلة الجميلات اللي هي معظم رجال العالم العربي يرون ان هي يعني فتاة احلامهم الجميلة، ازاي ما قلتلهاش انا بحبك او انا عايز اتجوزك، ولا انت قلتلها واحنا ما نعرفش، ويا ترى ايه اللي بينكم واحنا ما نعرفش؟ بس في برنامجنا باباراتزي ان شاء الله كل حاجة بنعرفها، ونشوفكم الحلقة الجاية. عشان انا باباراتزي.